تلميذ اللي قتل على يد مدرس اسلام شريف، ممكن بقى اقعد اتخيل كده المدرس وهو بيعتدي على التلميذ بالعصا على رأسه، ولما تشوف الولد بعد كده في المستشفى وهو بيقول دماغي هتموتني لانه الالام الشديدة التي ادت الى وفاته، يعني كان في عملية تعذيب قبل الوفاة وألام لا يمكن أن يتحملها طفل. زي ما قلت لكم مسلسل موت التلاميذ في المدارس ما زال مستمرا، الموت يأخذ أكثر من شكل، جبنا لكم حالات كتيرة. مش هنقدر نقول لوزير التربية والتعليم الجديد أنت مسؤول عن هذه الحادثة لأنه هيعمل منظومة، لكن إذا لم يتوقف هذا المسلسل بالتأكيد المسؤولية ستقع دائما على الوزير. مفيش حد هيقول وهو أنا هضع حراسة على كل تلميذ، لا، هتعمل ضوابط صارمة حاسمة حازمة، وهتعمل مشرفين ومسؤولين ينتشرون في كل المحافظات ولائهم للوطن ولائهم للعملية التعليمية مش لأهوائهم ولا لمصالحهم. هنا هتنضبط الأمور تماما، تضع قواعد صارمة وتطبق على الجميع، هتختفي وسيتوقف مسلسل الموت داخل المدارس. يعني احنا كان لازم نتكلم عن التعليم في المدارس عامل ازاي، دلوقتي ما بنتكلمش عن حالة التعليم، بنتكلم عن انه ازاي نضمن حياة أبنائنا حينما نرسلهم إلى المدارس. تعالوا نشوف حالة التلميذ إسلام اللي بعدها كمان هنلتقي بتلميذ زميل له عشان يقول لنا إيه اللي حصل، وجدته اللي هتعبر عن هذه المأساة، ده أول لقاء مع الأسرة. لكن تعالوا نشوف هذه المشاهد، صحيح الصوت فيها لأن احنا بسبب عنصر التوقيت والسرعة التقطنا هذه المشاهد بالموبايل، هنشوفها وبعد الفاصل هنلتقي بالجدة وبأحد التلاميذ، وعدوا تخيلوا تاني انه المدرس وهو يضرب بالعصا على مخ وعلى رأس التلميذ فيؤدي ذلك الى وفاته. اي مشهد وحشي ابشع من ذلك؟ وفين في المدارس اللي أنا بودي أو كل واحد فينا بيودي ابنه علشان الحياة القادمة، عشان المستقبل القادم، فلا يبقى في حياة ولا يبقى في مستقبل ولا يبقى في تعليم ولا يبقى في أي حاجة، تتحول المدارس إلى آلة للقتل والموت. الاهتمام بالناس، انا ابني راح خلاص، في كتير زيه فوق مرميين، الممرضه تقعد على التليفون تعمل التليفون وتسيب المريض يموت ما يموتش بقى، دخلنا الممرضه خمس ست مرات عنده حاله تشنج على حد، قالت لك لا مفيش تشنجات، ده حاله عصبيه، حاله عصبيه ايه؟ ده عيل في غيبوبه، ازاي حاله عصبيه؟ فين الحاله العصبيه؟ ولا عملت له حاجه بس كده. هو المدرس ضربه ازاي؟ ضربه بالعصا على ابنه. طب ليه؟ عشان ما عرفش يقرا. وهو اول مره يعمل فيه كده؟ بص المساله، هو عندنا سبب المدرسه دي بسبب التعليم، المدرسه كلها بسبب التعليم عشان مدرسه حكوميه، هي الناس بتقراش هيشدها من شعرها لغايه ما يتقطع شعر البنات، شعر البنات يتقطع تقطع، شدها كده يلف شعر البنات كده ويتقطع. هو ما اتخلى سبيله فعلا؟ طب وانت شايف حقك كده ازاي؟ هتعمل ايه عشان تجيب حقك؟ اخد انا كده كده اخد حقي، انا مش هستنى الحكومه تجيب لي حق، عشان الحكومه دي ما الحكومه ما بتجيش غير على الغلبان بقى، على المظلوم تيجي عليه، لكن واحد مدرس لازم يطبقوه، رابطين ايديه ورابطين والقسطره، الولد عايز يشد القسطره،
هو عشان شتمهم راح مطلعين. طه خلاص خلاص يا بسيبه عشان شتمهم خلاص ما بس شيء راح مطلعينه بره. ماشي قريب الاستاذ ريتها كان البيت وقال لي الواد وقال لي الواد 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 مسخسخ. رحت وديته المقطم راح المقطم قالوا لي ايه وديه السموم السموم قالوا لي ده هو وديه مستشفى تاني. لفيت جميع المستشفيات وفي مدرس اسمه الاستاذ ريتها كان معانا واستاذ ثابت كان معانا وفي الاخر ما مستشفيات ما قبلتوش جبته هنا. العيال في الفصل معاه شاهدين عليه وماضيين على الاكرار دوت وعاملين له محضر العيال. المعلمه الكبيره اما جت عملت له قبلت الفصل على العيال ومضيته. مفيش مستشفى نقصت ليه بقى؟ انا جايباه بيتكلم المستشفى دي موتته. انا جايباه بيتكلم والله وراحوا مطلعينه من العيال مركز عشان الواد مخه بيغلي وقال لهم اعملوا له عمليه المخ بيغلي ما نصفهوش. انت شفتوا المشهد الاخير ده؟ يعني انت بتبعت ابنك المدرسه عشان يرجع لك في نعش وكفن. المشهد الاخير اللي احنا شفناه ده يعني كل واحد فينا يتخيل. انت بتبعت ابنك المدرسة عشان يرجع لك في المشهد ده؟ يعني هل انا كل واحد فينا لما بيتخيل هذا المشهد ده بقى ما ماتش في حادثة على الطريق، ما ماتش في عملية إرهابية، ما ماتش في عملية إجرامية، ده مات في المدرسة وهو في حوزة المدرس طالب في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة تابعة للسيدة زينب شهداء بورسعيد التابعة لإدارة السيدة زينب بمحافظة القاهرة. وكل واحد فينا بقى يقعد يتخيل العصا التي سقطت على دماغ التلميذ لأنه المدرس اللي ما فيش قواعد تحدد علاقة بين المدرس والتلميذ ولا في قواعد تحدد كيف يمكن أن نحمي التلاميذ داخل المدارس. الموت مش في العمليات الإرهابية بس، والموت كمان لما يكون في أماكن الفضيلة حسب ما نسميها ونؤكد دائما أماكن الفضيلة التي يتعلم فيها النشء الوعي. يعني لو حصل ده في مسجد، لو حصل في مدرسة، لو حصل في محكمة، لو حصل في قسم شرطة، هذه الأماكن التي يجب أن تكون أمينة على البشر تحميهم. لما يحصل الموت ويحدث الموت في هذه الأماكن علينا أنه كل واحد فينا يتخيل ما الذي يمكن أن يحدث لابنه. هل سنسمح بأنه هذه المهزلة تستمر؟ زي ما قلت أنه وزير التعليم الجديد في امتحان جديد وعليه أنه يضع الضوابط التي تمنع موت التلاميذ.